اهلا بحضراتكم من جديد. خلاص يعني الاتحاد المصري لكره القدم اعلن عن طاقم التحكيم اللي هيدير مباراه الاهلي والزمالك في كاس مصر يوم الخميس القادم. هيكون طاقم تحكيم بولندي بالكامل، ده اللي هيدير مباراه الاهلي والزمالك، هيكون طاقم تحكيم بولندي بالكامل. يعني كمان الحكم ده يعني ابرز المباريات اللي ادارها كان مباراه ليفربول وفياريال في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، وحكم كمان مباراه ريال مدريد وتشيلسي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. فيعني مفروض من هو بالمباريات اللي ادارها من الحكام الكبار في اوروبا.